مشاهدينا، لقاء تالي بجمعنا مع الاختصاصي بالطب العام والوقايه دكتور حنينه ابي نادر. اليوم رح نحكي عن سور ثروت او وجع الزلعوم. صباح الخير دكتور ابي نادر. بونجور. ايه الحلق، وجع الحلق. بونجور، كيفك اليوم؟ دكتور ابي نادر، يمكن بالاوقات الطبيعيه وقتها بكون شوي زلعيمنا عم بيجعونا او حلقنا عم بيجعنا، منطنش، منعمل كبيت مي سخنه، منعلي دوز الفيتامين سي اللي بناخدها، منشرب شطات حامض. انا هيك بعمل، بعصر حامض وبشرب. هلا منعمل بانيك، صرنا منعتى الهم ومنخاف نقول انه عم بيجعنا زلعومنا. كنا قبل بفصل الربيع نخاف من ستريبتوكوك، بس اللي هي بكتيريا ستريبتوكوكس اللي بتنتشر اكثر شيء بفصل الربيع، بس يبلش يدفى الطقس وهي بحاجه لانتيبيوتيك لنقضي عليها، لانه كمان الكومبليكاسيون منها بتخوفني انا الي شخصيا. هلا صرنا عم نخاف من الكورونا اذا نتفي وجعنا. انا لهالسبب قررت اعمل عن وجع الحنجره، لانه صارت شوي مثل الثعلبه. اذا عم تقولي لو الفرق انه بالثعلبه بشوفها، بالحنجره انت بدك تحكيها. اتس ساين، ساين يعني شخص بشوف عليك. سمبتوم، سمبتوم يعني ثعلبه شافها الحكيم. الساين في شيء انا عندي، ما حدا ايشعه وانا عم بجي اقول له عندي وجع زلعيم، دونك هيدا ستنسيني. فاذا بوجع الحلق او الحنجره بالنهايه طبيعه الحال مي بهالايام بدي اسال اول سؤال بيجي على الراس اكيد، غير انه قد صار له وقديش قويه وين وهيك، بدنا نسال اذا معها حراره مزبوط او معها سعله ناشفه او معها ضيق تنفس، لانه انت حبيت تذكرتي عن الكورونا، وبالتالي بدنا نسال اسئله كثير قريبه للكورونا. دكتور ابي نادر، يعني دائما بنحب بالبدايه نحكي عن الوقايه من هالشيء. نحن عرضة اكثر هلا انه نكون عم نحس بهيدي ساينس، فبشكل يمكن اذا بدك انستنكتيف بفكر الواحد انه مهم يضله عم برتب حلقه مثل ما حضرتك هلا عم تعمل. مهم مثلا كوقايه نكون عم نخلي معنا انينه مي، او شغله ثانيه في كثير من الاشخاص يمكن ما بحبوا يشربوا مي يكونوا عم بضلهم يرتبوا حلقهم. هل هيدا شكل من اشكال الوقايه؟ وفينا نتوقع لما نشوف انه كثير من الاشخاص لو قد ما توقوا وانتبهوا مرات ما بعرف انه ندفي هيدي المنطقه بيقولوا لنا هيدا رح يلقطوا الالتهاب او الانفكسيون او ان كان فيروس او بكتيريا. السؤال طويل، رح انا جاوب جواب طويل لانه شوي خلطنا الافكار. مزبوط، اذا واحد مثلا قاعد مي بي اي سي في عندك الكولد اير والدراي اير بيعملوا وجع زلعيم، دونك بطبيعه الحال اذا رجع طفى الاي سي او شال حاله من هالجو وشرب مي سخنه بده يرجع يرتاح شوي وجع زلعيمه، لانه هون عم يعالج السبب. بس اذا واحد صغير عنده جروب اي ستراب او عنده او بي في ما راح بتفيد، لانه انت بدك تعالجي الحاله اذا كانت فيرال، بدك تعطي السبورتيف يعني ضمن السبورتيف تريتمنت، صح؟ وبدك تعطي كمان اذا انتيبيوتيك اذا كانت بكتيريا. هيدا هون بحب اقول انه بليز ما حدا يعطي انتيبيوتيك غير ما يستشيره الطبيب. هلا نحن اكثر شيء عم نحكي عن المنطقه هونيك، شو في بالزلعيم؟ اذا بدنا نفكر اناتومي، لارينكس، فارينكس، يعني في واحد بيجي بيقول لك اوقات عامل لارينجيت، اذا بتسمعيها اوقات واحد بيقول لك عامل لارينجيت، عرفتي كيف؟ هلا بحب هون كثير 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 اقول انه وجع الزلعيم كمان فيها تكون، ما ننسى ما بليز الرجي، اوكي؟ الرجي، واحد عنده الرجي اول شيء بحس حاله اوقات اريتيتد. السؤال كثير مهم بتساليه، اذا واحد شارب كيميكلز كمان عنده اريتاسيون، عنده وجع زلعيم، او في عندك قصه التدخين، مزبوط؟ دونك هيك جربت جاوبك تقريبا على السؤال. دكتور ابي نادر، حكينا عن الحلول الوقائيه يلي ضروري تكون هلأ خاصة بهيدي الأوقات عم نمارسها، وبشكل سريع كمان مرقنا عن الأسباب يلي معقول تكون عم بتخلينا نحس بهيدي الأوجاع. كيف منعرف أنه نحن خاصة بهيدا الوقت مش ضروري نتوجه عند اختصاصي، واي متى لازم نتوجه عند اختصاصي؟ حضرتك بتعرف بهيدا الوقت عم نخاف مع الحجر الصحي نكون عم نحتك
وخاصة بالأطباء يلي هن بدورهم بيكونوا عم بيحتكوا كمان بوتنشال مصابين؟ هلا في حلول. أول شيء الأطباء مثل أنا مثلا بعمل أولية الفحص، أول شيء بيعملوا الفحص بيطلع نيجاتيف وبيقولوا للناس طعوا. اثنين، ما بيكون عنده أي سيمتوم، ما بيكون محتك بحدا ساخن. ثلاثة، منيح ذكرت هالفكرة. اليوم أنا كثير زعلان لأنه أنا للصراحة بدي أقول شغلة، يمكن اليوم للأسف متوفيين indirectly from كورونا أكثر من للاسف ال21 اللي نحن كثير زعلانين انه توفوا بلبنان، لانه عم بيجيني حالات، واحد مثلا وجع صدر تقريبا جرحى قلبيه بيجي باخر جرحه على الطوارئ لانه ما كان بده يروح عند الطبيب، او عنده ازمه اتاك ربو ما اجى عند الطبيب، او عنده سي او بي دي سيفير ما اجى عند الطبيب، او عن شوي يعني اجتنا حاله من شي 9 ايام زايده كمان نحن ما فقعت. لا بليز، انه بدنا اليوم انا اتوقع ايه نقعد بالبيت ما نحتك مع ناس شخصين، بس كيف هيدا ما بنروح عند الطبيب؟ ليش هو بالشهر اذا بنعطيك الارقام اللي بيتوفوا للاسف من اشياء قلب وروايه وكلى كثير اعلى من الرقم اللي شفناه باكثر من شهر بالكورونا، فهيدي قصه نقعد بالبيت وبنخاف من الطبيب، يعني للاسف طلعت اولى كثير عم بتخسر الناس. بقى هيدي ما مهمه. هلا متى بنروح عند الطبيب؟ اذا واحد قال لك يعني عندي غدد لمفاويه برقبتي بده يروح عند طبيب ليفحصهم، اذا فتح تمه اوقات بيبعث لك صوره بيقول لك ليكي عندي وايت اكزوديتس اشياء بيضاء او نقط حمر مي، كمان بتصور هيدي عرفتي كيف. اذا عنده مثلا عم بيخسر وزن صعوبه بالبلع كمان. بالنهايه ما ننسى انه هي وجع الزعيم هو اكثر شيء انفلاماسيون، اوكي انفلاماسيون بهالفرانكس فيرال، بس مش معناتها كمان ما في اشياء ثانيه بدنا نفكر فيها مي، مثل في شيء مثلا رفلو قوي عندك، مثلا كان عم بياكل سمك او شيء بنشوف حاله بلع شيء حسكي او شيء، وبحالات قليله في خراج او شيء هيك من هالنوع يعني. نعم دكتور ابي نادر، وجع الحلق لحاله بدون أعراض تانية مرافقة لإله ما بتخوف، ما بتخلينا نقول لازم نتوجه عند الطبيب لحتى نعمل فحص الكورونا أو غيرها من الفحوصات؟ الأكترية بينطروا أول شيء، أول كم فترة كم ساعة حتى كم يوم بينطروا بيقولوا يلا بلشنا أنه عم ناخد إشياء للوجع، عم نشرب شاي حامض عسل نسمعها كتير، عم ناخد جينجر إتسترا. اوقات بتبلش يوم يومين بيقدروا يتحملها، بتكون واطيه بالافرج وبيرجع بيصح وحده ما بيأثر، بتكون يمكن الرجي صغيره او بتكون يمكن فيرال صغيره اول يومين ثلاثه. ولكن متى بلش لا ما بيقدر بيجي عند الطبيب، مثلا قطع يومين ثلاثه كبروا مثلا يمكن لوازو تونسيلايتس او يمكن ما عاد بيقدر، اذا بدك يتحمل وجع في حراره عاليه خايف هو ياخذ حيلا انتيبيوتيك بده يجي عند الطبيب، لان الطبيب بده يعمل له فحوصات. نحن لما نعمل له الفحوصات نعمل كلتشر، ولما نعمل كلتشر في حال كانت بكتيري عم نعرف شو عم نواجه، ساعتها مش انه عم نروح عند الفرمشاني بيعطينا دواء وما بنعرف اذا دواء عم بيغطي او لا. كمان نحن ما نساله بالعياده انه انت عندك معه شيء وجع راس، عندك شيء في دم بالتم، هدول كثير مهمين بده يفتح تمه بدنا نفحصه كمان. مثل ما قلت من شوي السعله كمان اذا عم بيزلوا بنخيره، اذا في تعب، اذا عم بيعطس، كلها مهمه. هون بحب اقول مي كمان على فوقها انه كثير ناس عم بيقولوا انه التعطيس مش موجود بالانفلونزا. السؤال اذا واحد سوري بالكورونا، اذا واحد عنده كورونا مي وعمل شويه الرجي او حط ايده على منخوره وعطس، طيب بدنا هي عم بيطلع رزاز قاعده. فالسنيزنج ما ننسى انه في اوقات شغلتين بيجوا مع بعض، فيروس والرجي، فيروس وبترجع بتصير الرجي، وفي اوقات اثنين فيروس مع بعض. فالمشاهد يترك هيدي بباله، ومش كل ما شخص توفى جار او شيء وهو ما بيعرف القصه بيجي بيقول كورونا مي، يعني هو ما له حق يلعب دور الطبيب يقول ايه مات كورونا اكيد، لا عم ننسى في سكته قلبيه وعم ننسى في كانسر، هدول مش لازم نعالجهم بطريقه اقل اهميه لانه في كورونا. ما تجي على الدياليز او للاسف. وانا حكيت عن هذا الموضوع دكتور ابي نادر، الحمله الاعلاميه العالميه خليني اقول على هذا المرض عم تخلينا ننسى انه يوميا الارقام الاشخاص يلي بتتوفى من الانفلونزا كثير اكبر من الاشخاص اللي بتتوفى من الكورونا، السرطان، الامراض المرافقه لامراض القلب ان كان ضغط سكري وغيرها كمان كثير اكبر.
من هيك لا لا كمان من خلالك بدي ادعي لشفاء كل الاشخاص يلي مصابين بكل الامراض، يعني الانفلونزا اليوم كمان ما بدنا ننسى تنين الفصح. لا بس بدي اصلح شغله، الانفلونزا بتقتل 0.1% مي تقريبا، في اوقات بيعلى بتعلى النسب حسب المناطق وحسب شخص شو معه، بس لا الكورونا الافريج تبعها تخطى 3%، يعني تقريبا عم نحكي 3.1 3.2 عم تلعب حسب البلاد وحسب الهيدا. لا على اون ذا لونج تيرم وعلى المدى الطويل وعلى اشهر، ايه الانفلونزا قتل اكثر بكثير، بس اذا ما توقينا على الكورونا بتصير اكثر من الانفلونزا مع الاشهر، يعني هي الفكره مع مرور الوقت يعني. ايه بس لانه بتعرفي حضرتك اذا حد عنده للاسف هارت بروبلمز او كانسر وفوق ال50، لا الكورونا منه اكيد مسحه، بس انا كل قصدي اقوله انه مش كل ما واحد فات على مستشفى وتوفى بيكون من فيروس ثاني، ممكن يكون انفلونزا، ايه نجي نقول كورونا، هي هي الفكره مضبوط. نعم، طرق العلاج مختلفة دكتور أبي نادر، ونحن بنعرف اللبناني بطبعه من قبل الحجر الصحي يعني، ويمكن تردده عند التوجه عند الطبيب اخذ ايده على انه يكون عم بيعالج حاله بحاله، خاصة انه الـ OTC ميديسن او الادوية اللي ما أنا بحاجة لوصفة طبية موجودة ببيوتنا كلنا، وحتى يعني كمان مع الحراك الشعبي قبل كنا كلنا عنا تندانس انه نكون عم نمون، بقى حتى مونا انتيبيوتيكات ومرات كثير بنوصف لحالنا، فكيف الحال هلا مع الحجر الصحي؟ هل فينا عن جد نحن نكون عم نعالج حالنا بالبيت؟ وشو هو العلاج ل هلا لا ما حدا سور ثروت؟ ما حدا يعالج حاله، بنعالج السبب تبع السور ثروت، ما بنعالج السور ثروت. اذا في رفلو بتعالج الرفلو، اذا في فيروس بتعمل سبورتيف تريتمنت، ساعتها فيك تعملي تعطي بنادول واشياء ثانيه بنعطيهم نحن بتم فيهم يمصمصوهم كمان ليخفوا من وجع الحلق. بس اصلا اللبناني حقيقه من قبل ما بيحب يروح كثير عند الطبيب، خاصة ما بيحب يروح للوقاية، فكيف تأذى هلا مع الكورونا؟ صح اللبناني. بس هلا الكورونا لما يقولوا بالوزارات انه ما تطلعوا الا عند الضرورة، طيب شو هي الضرورة؟ هون بدنا نفسر شو هي الضرورة، فإذا الضرورة هي الواحد بجيب أكل أو يتحكم، إذا قال أنا بدي أروح القطع عند الطبيب لابد إنه في حلول، العيادة كلها معقمة ونحن ذكرنا إنه حتى عيادتي شخصياً مسابقة مع مستشار وزير الصحة، ف يعني عم بيعقموا من السياره لفوق، بالعكس انا شخصيا عم بتضايق من الرش الانتي فايرال اكثر يمكن من الفيروس صرت، لانه هيدا اريتيشن لإلي، بقى بالتالي انا عندي حلول، يعني المي الحكيم في يعمل فحص الكورونا ويكون معه نتائج سلبيه ويفرجيهم للناس ويطمنهم، ليه لا يعني. وشغله كمان بالنهايه رح نوصل لمرحله كلنا رح نعمل رابيد تيست، مش هلا بعدين رح يصير في مناعه، لانه رابيد تيست بيفرجيك اي جي جي اي جي ام، وذكرت رح نصير ابتداء من الشهر الجاي يمكن اللي عنده اي جي جي عالي القرار بتاخذه الحكومه يقدر يظهر، لانه عنده ورقه بايده اذا بده يسافر. اكيد بتعرفي حضرتك عندك اولاد، اوقات لما بدنا نسافر شو بيطلبوا منا بامريكا وببلاد ثانيه للجامعات، او بيطلبوا منا انه بليز فرجينا انت عندك ايميونيتي على سي ام في او الاو بي في. هيك رح بيصير مع الكورونا مع الوقت، رح بيصير انه نحن عندنا رابيد تيست اي جي ام اي جي جي وعندنا مناعه. ايه واللي عنده مناعه خلص ما بقى في يعده او يجي ينعدى، خلصنا من قصه انه بنقرا الاخبار ايه بيرجع بينعدى، انه من اصل 100,000 حاله اذا في 100 رجعوا انعدوا وما صار لهم شيء، بقى نقعد نركز على هول 100، ليش على طول بدنا نقعد نركز على الخبر البشع ونقرا اخبار مغلوطه؟ خلص في كم واحد كيس ريبورت مثل قصه انه تحت العشر سنين ما بينعدوا على الاصابع اللي توفوا، ليه ما نقعد نخاف؟ نحن كل هدفنا انه الصغير ما يلقطها ويعطيها للختيار، انما اذا لقطها وعمل مناعه صغيره نوصل لمرحله هيرد اميونيتي، انا سمي لي فيروس واحد اختفى تقريبا بال100 ما في، فاذا بالنهايه رح نوصل للهيرد اميونيتي، كلنا يصير عندنا مناعه ومناعته، ومهم المستشفيات تضل في عدد السرير الاسره بيقولوا تضلها عم تقدر تستوعب الناس اللي عم بيفوتوا. يعني انت مع السياسه اللي اعتمدتها لا. بريطانيا؟ لا ما هي بريطانيا اعتمدت سياسه الهيرد اميونيتي اكزاكتلي، ما من هيك عم بسالك.
ماني مع، انا ما قلت انا مع، انا قلت رح نوصل لمرحله كلنا بس بدنا نقسط. يعني انا يعني انا مع بالنص، لانه انت بدك تعمل سياسه لبنان اللي مظبوطه بال100% تحيه كبيره لوزاره الصحه. أكيد على فكرة على كل جهودها وعلى الخطة يلي جد معتمدتها عم بتخلي إنه يكون العدوى عم بتصير على مراحل. يعني هيدي هي الكلمة المقلية اللي أنا عم نبش عليها، خلي هالعدوى ما تكون دغري قوية شك كبير مثل يو اس اي وبريطانيا، ولا تكون إنه من أول يومين سكرنا البلد ما عندنا ولا حالة، ما كان في هيومن تو هيومن بوقتها، ما حدا عدى هيومن تو هيومن. بعدين رح يجي حدا على البلد و لا ما هلا ما انت شو عندك؟ انه نحن اكزاكتلي ميوتي بس ضمن انه ما يصير في عجقه بالمستشفيات، وضمن انه ضل في عدد خوتي للناس اللي بدها انتوباسيون اللي بدها انكوب. وبالتالي انا لا اكيد ماني مع خطه كنت بريطانيا، وهن بالعكس رجعوا اشادوا دول المتطوره كثير مثل بريطانيا وامريكا، رجعوا بالعكس هن اشادوا على سي ان ان بخطه لبنان الطبيه، ونحن كنا قايلين انه لبنان هو بالمركز الاولى طبيا عربيا، وهيدي ما نستهون فيها نحن اللبنانيين. شفنا دي جي راول كان عنده لبنانيه معه، مزبوط. دائما صراحة دكتور أبي نادر عن جد، ويمكن بكل لقاءاتي مع كل طبيب بصر أنه أقول قديش نحن فخورين بجسمنا الطبي، واليوم بوجود وزير صحة هالقد نشيط يمكن مع فريق طبي دائما من زمان لليوم نحن فخورين فيه، وأكيد حضرتك منه. نحن ما كان عنا شك، يمكن قليل كانوا عم بيشككوا بالخطة يلي عم تعتمدها الحكومة ويلي عم بيعتمدها وزير الصحة خاصة، ولكن نقابة كمان عم بيشتغل تحية أكيد النقابة لها دور، وأنا من هيك قلت الجسم الطبي كافة. دكتور أبي نادر، برأيك العلاج اللي اعتمده ديدي راولت الطبيب الفرنسي رح تتوجه البلدان كافة والعالم كله لأله، خاصة أنه في كتير نظريات بتحكي عن إيد بشرية خلقت هذا الفيروس نشرته لحتى بعدين بالمقابل تبيع إن كان علاج أو فاكسان بأسعار خيالية لتعوض الخسارة الاقتصادية يلي كل العالم بالآخر لحقته؟ ما هي على طول عندنا كونسبيرسي تيوري وعندنا وعندنا. خلينا نحكي طب. بروفيسور عيد عزاري اللي هو استاذ بمستشفى روم، لما كنا تلميذ مستشفى روم بوجه له تحيه، هو كان تلميذه كمان لديدييه راول بفرنسا. الدنيا هي على طول اللي اكبر بالعمر بيعلم الاصغر وبيتمنى انه يكون اشطر منه. هيدي يعني اذا انا بدي اعلم حدا هيك بشتغل، انه يكون هي النفسيه. فديدييه راول عنده طلاب وهالطلاب نقلوا المستشفيات. إيه نعم، العلاج اللي مشي فيه بروفيسور راولت هو المعتمد هلا بلبنان وبمستشفى الروم بكل المستشفيات، وعلنا بروفيسور عزار مش انا كونه هو الاختصاصي بال ومنه غالي الدواء. لا لا منه غالي، بس هو لانه ما تنسى انه اول شيء بلش على عدد قليل من المرضى وتخطى ديدييه راولت ال1000 مريض اليوم، فصار هي العلاج المعتمد. وهو اصلا كان بيعرف عن الهيدروكسي كلوروكوين، وكان اصلا دوره الانتي فايرال، ونزاد عليه الازيترومايسين كبأول مناعه ضد الفيروس. بس اليوم مش انا حقيقه اللي بيجي بقول هذا هو العلاج، انا بلحق البروفيسوريه الكبار اللي عملوا ريسيرش وبقرا وبقتنع وبتابع، دونك هي في تسلسل كمان بالحكمه بيمشوا ضمن بروتوكول نحن بنبلش ناخذها من اللي عملها والاختصاص الكبير بنطبقها. أنا بدي أتشكر حضورك كثير معنا، اختصاصي بالصحة العامة والطب الوقاية دكتور أبي نادر، وأهلا وسهلا فيك دايما، وشكرا عن جد على التطمينات اللي بتخلينا هيك شوي نكون مرتاحين أكثر، خصوصا بعد مرور شهر على هيدي الأزمة الصحية يلي خلتنا شوي نعيد حساباتنا بكيفية التعاطي حتى يعني الاجتماعي، مش بس المشاكل الطبية والصحية اللي معقول تلم فينا. وأنا من خلال لقائي معك دكتور أبي نادر بدي أدعي كتير من اللبنانية اللي عم بتابعونا يعني ما عندهم ثقافة الفاميلي دكتور أو الاختصاصي بالطب العام يكونوا عن جد اليوم خاصة عم بيكونوا عم بيعتمدوا هيدي الطريقة، ونكون على قليلة
يعني وقت نحس بأي عارض صحي عم نتوجه عند الفاميلي دكتور أو الاختصاصي بالطب العام، بعدين هو بيوجهنا عند اختصاصي. خلينا بقى اليوم نوقف أنه نعالج حالنا، خاصة لما نكون عم نعالج حالنا بطرق طبيعية مثل أنه نشرب مثلا فنجان سخن، هيدا لا أكيد نحن منا ضده، ولكن ثقافة أخذ الأدوية وخاصة المضادات الحيوية اللي عم بتكون بكثرة وبتوطي المناعة بشكل كبير، هيدا لازم نكون اليوم بال 2020 عن جد عم نوقفها. وإن شاء الله يا رب، هون كمان بدي أقول كل شخص مريض يكون عم بتابعنا يكون عم يتماثل للشفاء، خاصة بهذا الأسبوع بأسبوع الأعياد المجيدة اللي عم تمرق، إن كان علينا من التقويم الغربي مع الفصح والقيامة أو أسبوع الألام عند المسيحيين اللي بتابعوا التقويم الشرقي. فاصل ومتابع، خليكم معنا.